المزمن يعني الصدفية والأكزيما وكل الأمراض المناعية أمراض مزمنة، يعني لا بتروحش وما بتطيب وما في علاج. في إشي اسمه نتعايش معها ونخفف الهبات ونخفف الأعراض ونكون قادرين إنه نعيش حياتنا بدون مضاعفات بسبب المرض هذا. هذا هو العلاج، وليس إنه يروح المرض هذا وما يرجع. فيش إشي زي هيك. أول ما جهازنا المناعي بيرد يهبط، بتلاقي الصدفية أجت والأكزيما أجت وزادت حالة الفايبروماليجيا. أسوأ أعراض بتزيد وبتروح وبتيجي وبترجع، لأنه بالأساس الجهاز المناعي ضعيف. بس لو الجهاز المناعي قوي ما بتأثر في لسعة بعوض، ولا بتأثر في لسعة عقرب، ولا بتأثر في مشاكل في الكولون، لأنه في عندنا جهاز مناعي متكامل وما في تحسس. بس لما يصير في ضعف في هالجهاز هذا ويصير في عندنا تعرض لبكتيريا أو فيروسات أو أي مؤثرات خارجية أو داخلية، حتى لو كانت المؤثرات هاي بسيطة وما كانت تضايقنا قبل واحنا بصحتنا واحنا بمناعتنا، بس هلا المناعه نزلت، فهذه المؤثرات صارت تضايقنا وصارت تعملنا الاعراض هذه اللي بنشوفها على شكل تقرحات جلديه بالنسبه للاكزيما وبالنسبه للصدفيه. وبالنسبه للامراض المناعيه كلها، ابحثوا في موضوع الفطر العلاجي هذا وقديش في له خصائص، اللي هي الابحاث لسه جاريه عليه. يعني هاي شغلات قويه جدا وعلاجية، وكل الأبحاث بتثبت صحتها. أنا ما بدي أعمل دعاية للفطر، بس أنا بدي أحكي لكم ابحثوا وادرسوا، لأنه مش بسيطة إنه يكون عندنا صدفية لمدة 4 شهور 6 شهور، مش عارفين لا نقوم ولا ننام، ولا جلدنا دائما ملتهب، الحب دائما موجود، الحكة دائما موجودة، لا بنقدر نلبس، لا بنقدر نقعد، لا بنقدر نتحمم. حياتنا كلها بتتغير في حال وجود هذه الأمراض. العلاقات الاجتماعية بتتغير، علاقات مع الناس بتتغير، العلاقات الأسرية بتتغير، الناس بيصيروا يفكروها أمراض معدية، بيصيروا يبعدوا عنا نفسيا. الواحد بتتغير حياته، بتتدمر بسبب فقط مشكلة حكي وبقع جلدية. إذا كانت ظاهرة مشكلة كبيرة، بس إذا كانت مخفية يعني أقل عناء على الأشخاص هدول. فإحنا بدنا الحل السريع والأفضل. طبعا في حلول دوائية قوية وبتعطي مفعول سريع، بس أنا من هون من الصفحة هذه ما بحكي عن الحلول الدوائية لأنه بالشغلة. أنا بحكي عن الحلول الطبيعية، سواء منتجات سواء حركات سواء أمور تأخذوها بعين الاعتبار بالعلاج الطبيعي البيتي، ما إلي في الأدوية. بس الأدوية طبعا أول خيار بدنا نتوجه لدكتور جلدية اللي يوجهنا صح، ونجرب الأدوية. صار لهم 200 سنة 100 سنة بيشتغلوا على موضوع تطوير هذه الأدوية. أنا مش معقول أجي أزيحها وأزيح كل هالجهد العلمي والبحثي والطبي وشركات الأدوية اللي صنعوا لنا أفضل الأدوية، وأروح أتوجه لشغلات تانية. بس الشغلات التانية هي مكملات، كله مكملات. بس ومن أقوى المكملات اللي هو فطر الكورديسيبس، خدوه بعين الاعتبار، وخصوصا في الأمراض المناعية، حكي، أمراض جلدية، فايبروماليجيا، باتريك أتاكسيا، تقرحات الكولون، تقوية المناعة بشكل عام، حرق سعرات حرارية أكثر، تنشيط حركة الطاقة في داخل الخلايا، التوصيلات أكثر داخل الجسم وداخل الخلايا. بعدين الفطر والمشروم، الفانكشنال ميديسينال مشروم، هذا بيشتغل في جسمنا، عنده طرق المختلفة تختلف عن طرق الأدوية وتفاعلات الأدوية. يعني ما بتفاعل مع أي دواء ولا بتعارض مع أي دواء، وهو مساند الفطر، كل أنواع الفطر مساندة للأدوية في فعاليتها، وبتعطي الأدوية فعالية إذا استخدمناها. والجرعة العلاجية هنحكي عنها بالتفصيل في حال وجود